امها الله يصبرها والفراق صعيب، واخا غنقول الله يصبرها كاع ديز عندنا الموت، ولكن الموت ديال الله علينا حق، ساعتها فعلا سال الاجل ديالها ولكن ماشي بديك الطريقه. تكرفصوا عليها وحنا دابا باقي ما عرفناش اشنو، واش الناس شادين خمسه وباقي التحقيق، وهاد السيده تعذبات وعذبت تعذبنا معاها حنا كالساكنه ديال عين السبع، تعذبنا معاها تعذبوا الناس. الجيران ما دازوهاش الدر البنيه كانت خويا هاد البنت راه نعم الاخلاق نعم الطيبوبه كما كنقولوا حنا بالدارجه لسانها كيلقط العسل. خاصم معاها ماشي من ذاك النوع، حنا كاع كنقولوا الدار مع فلانه كنتي تعاودي تعايري هي، لا هاد الشيء ما كاينش عندها. وعلاش الدريه غادي تغصب شبابها؟ غصبوها وغصبوا امها وداو ديك الطريقه الوحشيه باقي ما عرفناهاش، واش خمسه الناس على دريه راه باقا طفله هذيك، نقولوا 20 عام راه باقا طفله، راه يلاه غتكون مراهقه غتبداها، ويديروا لها ديك الحاله خمسه الناس. واش حنا غابه؟ ها واش حنا غاب؟ واش غزاله شادين سبعه السبوعة وخمسه خمسه ثلاثه اللابوات وجوج السبوعة شادين غزاله؟ ما نظرك كي غتكون هاد السيده بالفتيره غير فتارسوها؟ واش شي انا الوالده عندي الله يرحمها ويكون واحد قتلها ليا وما غنمشيش نقتلو بديك الطريقه؟ ما غنقتلوش بديك الطريقه هاد الانسانه. اش دارت لهاد الناس كاع؟ اش دارت ليهم؟ اش دارت لهم؟ دارت لك شي حاجه؟ نقولوا دارت شي حاجه؟ ما نقولوا شي حاجه اللي ماشي ديال القانون، شي حاجه بسيطه بين الدريات. نستوبيك الله يعاوننا ويعاونك. سالينا شمتك عرفتك، ولكن ماشي بديك الطريقه. حنا ما عرفناش لحد الساعه اشنو داروا الدريه وعلاش هادشي. انا تنقولها انا اللي كنهضر معاك، انا براسي انا براسي يا مصحبه تيقول لك انا براسي كثر منها داروا فيا العار وتنتحلف وكل شيء وكنعاود نسامح. راه العقل ما كاينش، ماشي العقل، القلب ابيض راه داك القلب البيض هو اللي خارج علينا خويا، هو اللي خارج علينا. كنسحبوا حنا راه كل شيء بحالنا، وانا حاجه اللي كنطلبه هو تطبيق الاعدام. ما بغيناش اشد العقوبه، ماشي نقولوا لا لا لهاد المجرمين اشد العقوبه، عيينا باشد العقوبه. راه من نهار حليت عينيا وانا اشد العقوبه كنسمع انا طب قلبي في اليوتيوب. انا ما عمري كنت كنتخيل شي راسي غنكون في هذه اللحظه وتنهضر. انا عا كنسمع الناس وكنكومونتيهم وتنبكي، انا تنبكي كنتفرج الناس وتنبكي، ودابا راه عشت هذا الشيء انا. اما باش نقول كنطالبوا باشد العقوبه، نطالبوا بتطبيق الاعدام، نطالبوا بتطبيق الاعدام على دوله اسلاميه. يا امير المؤمنين جزاك الله طبق لنا الاعدام، عينا وانت فينا هو الدري ديال طنجة اللي تغتصب وتقتل؟ طبقوا الاعدام طبقوه. وها قول لي يا معاداد هاد اللحظه اللي كنهضر معاك انا فيها، راه العالم الله فين شكون فين مقتول شي مدينه ثاني بيضاء. نطالب بتطبيق الاعدام ولا شيء، نطالب يا امير المؤمنين نطالب بتطبيق الاعدام. راه هاد الشيء بزاف طبنا، انا راه كنموت، انا كنتقطع عرق بعرق على هاد الدري حيت كنعرفها، وتقطعت على ناس اخرين كنشوفهم معايا في اليوتيوب. يكفي اخويا مريضه مسخصه ربي الحال. الله يرحمك اختي ايمان، الله يرحمك اختي ايمان في هذا النهار ديال اليوم، الله يثبتك على السؤال. وراه الشيء الا ما خداتش السيده حقها في الدنيا والحق راه غياخذوا لها في الدنيا وفي الاخره، الدنيا وفي الاخره. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.